طيب نخش على الاختيارات. جاهزين؟ برضو الصغيرين بس اللي بيجاوبوا، ما عرفتوش عندكم وسائل مساعدة، أوكي؟ السؤال لمحمد وسلمى. أحضر سامح 47 كيلو من المانجا، تمام؟ واستخدم 12 كيلو منها لعمل عصير. كم كيلو من المانجا تبقى؟ بياخدوا مات ولا؟ 35. كم؟ 35. ما أنا هقول لكم بقى 33 34 35، أنتوا قلتوا 35. شاطرين حلوين، تعمين شاطرين جدا جدا. كده عرفنا إن إحنا اطمنا على الرياضة في الأسرة دي، ماشي. لدينا جزر وبرتقال وزنهم 25 كيلو. لو كان وزن الجزر 13 كيلو، وزن البرتقال يبقى 11 14 ولا 12؟ 25 كيلو جزر وبرتقال، الجزر 13 كيلو. يلا يا رامي. يبقى البرتقال 11 14 12، عايزين تحسبوها؟ 11 ولا 14 ولا 12؟ آه. ما تحسبيها بسرعة. خمسة. شيلوا من الخمسة. أربعة. شيلوا من 25 13. خمسة. أربعة. أربعة. ثلاثة. 12. 12، برافو. ماشي. طيب الأسرة دي. شجرة ذات فروع قصيرة وشكل مثلث وتساعد الأشواك التي توجد بها على عدم فقدان الماء بسهولة. لسه هقول لك، صنوبر، سمت، النخيل. صنوبر. صنوبر، برافو. أنا 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 أنا، ماشي. نبات المانجروف ولا النخيل ولا التين الشوكي اللي ليه جذور طويلة وقوية بتساعده على الصمود أمام الأمواج؟ المانجروف ولا النخيل ولا التين الشوكي؟ اللي طويل. خمسة. التين الشوكي. لا يا شيخ، النخيل. غلط، المانجروف. انت قلت كل حاجه غلط. ماشي. كل ما يلي مواد شفافه ما عدا الماء، الزجاج، ورق الكرتون. ورق الكرتون طبعا، برافو. كل ما يلي مواد مغناطيسيه ما عدا الحديد، النيكل، النحاس. النحاس. النحاس طبعا، برافو. اخيرا احنا هنا اسئله مفيش، بس الرياضه تمام. كلها بتجيلكم على لا خالص خالص، هما هنا مذاكرين اكتر، هنا مصحصحين اكتر، وده بقى اللي انا خدت بالي منه. تعالوا كلنا بقى نروح نشوف كل الاسرتين دول هيعملوا ايه في التوازن.